أكد المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية أن نظام الولي الفقيه يتبنى سياسة إطلاق التهديدات الجوفاء للشعب الإيراني والولايات المتحدة ودول المنطقة، وهو على منحدر السقوط. وأشار المجلس الوطني في بيان إلى أن ما يمر به النظام الإيراني من ظروف جعلته يتخذ كل ما يمكن من إجراءات مهما كانت فوضوية بهدف صرف الأنظار عن سقوطه المحتوم. وأدان المجلس الوطني تهديدات النظام الإيراني بشل صادرات النفط العالمية وإغلاق مضيق هرمز، مستنكرا استمرار نظام الولي الفقيه دعمه المفضوح لميليشيات طائفية إرهابية في اليمن والعراق وسوريا وغيرها من دول المنطقة. وشدد المجلس في بيانه على ضرورة أن تقف دول المنطقة بحزم في وجه النظام الإرهابي وإدانته بشكل حاسم، مجددا التأكيد على موقف المجلس الوطني والشعب الإيراني في مطالبه المحقة بإسقاط النظام الإيراني وإنشاء نظام تعددي ديمقراطي يقود البلاد إلى بر الأمان.